السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملة مضايا، الحملة التي لطالما كثر الحديث عنها. هذا الفيديو بلخص كيف سرق فريق منهم تطوعين $1,000,000 حسب مواقع التواصل الاجتماعي. حملة وبحسب موقع الفريق وملف الشفافية جمعت $737,185، ومن تاريخ 1/1 لتاريخ 1/6/2016 كان هو الوقت المخصص لمضايا، وتم في جمع مبلغ $642,348. هذا المبلغ هو بشكل صافي بعد ما نشيل عمولة التحويل وعمولة بيبال. طبعا الجزء الأكبر من هذا المبلغ تم صرفه بالأشهر الأولى للحملة بسبب حاجة الناس، بس بعد دخول مواد غذائية من قبل الأمم المتحدة صار صرف المبلغ يتم بشكل أبطأ بحسب الحاجة وبحسب توفر المواد. وبشكل سريع حنستعرض كيف تم صرف هذا المبلغ بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الموجودة هنا. $35,000 بالتعاون مع جمعية رياض الصالحين، $130,020 بالتعاون مع منظمة رحمة، $20,144 بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة الزبداني، $89,000 بالتعاون مع منظمة ضمة وسيري ريليف، $108,960 تم توزيعها بالتعاون مع المجلس المحلي للزبداني والهيئة الموحدة لإغاثة مضايا والزبداني، $4,500 تم توزيعها على عائلات التي خرجت إلى إدلب من الزبداني، $41,312 تم تأمين الحليب فيها للأطفال بالتعاون مع تجمع عمرها، $200,000 تم توزيعها بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة مضايا، $13,412 تكاليف تخزين ونقل التمر. كان من المفترض توزيع المضايا، بس للأسف اتفاقية ما مشي حالها وتم توزيع التمر بحلب أيام الحصار، وهيك بيكون مجموع المبالغ $642,348. تم توزيعه وتوثيقه بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية موجودة بمضايا. يعني فريق منهم تطوعي ما نفذ هاي الحملة بشكل فردي، لهيك كانت نتائج هاي الحملة جدا إيجابية عن الناس الموجودين والمحاصرين هناك. ومن أسبوع انتهى الفريق بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة مضايا من توزيع مبالغ مالية على كل المحاصرين الموجودين بمضايا وبقين والزبدان. وهيك بيكون فريق منهم تطوعي هو المنظمة الوحيدة اللي قدرت توزع مبالغ مالية على كل المحاصرين بوقت واحد بهالمدينة. هذا الفيديو مخصص للناس اللي تبرعت عشان تعرف انه تبرعاتها وصلت، وبالرغم من حاجة الناس الكبيرة والوضع الصعب الا اننا قدرنا صدقا انه نخفف عنهم طول هالسنة اللي استمرت فيها الحملة، وشباب وصبايا الفريق كانوا عم يبذلوا كل جهدهم لحتى يتم توزيع التبرعات بمكانه. اما بالنسبة للناس وما اكثرهم اللي اتهمونا بالسرقة والنصب والاحتيال، هدول لا صور ولا فيديو ولا توثيق ولا فواتير رح يقنعهم. تم اغلاق حملة مضايع على الموقع، وان شاء الله من خلالها نكون خففنا الوجع عن الناس المحاصرين هنا وكنا قد المسؤولية والثقة تتنيها. والسلام عليكم.